لينك. هذا البرنامج برعاية يلا صباح خير. صباحكم الله بالخير. صباحكم الله بالخير. صباح الخير. اي والله اليوم طالعين احنا وش الصبح؟ الصبح نطلع نسمع صوت العصافير. على شيء تلقى في حق قاعد يتابعنا؟ اي حق الضحك قاعد يتابعنا. يعني صباح الخير، احنا نعتذر على التأخير. طبعا انتم عارفين الفترة هذه فترة انتخابات، فالبرنامج يجر برنامج يجر برنامج الى برنامج سراي، بعد برنامج سراي نطلع احنا، فقاعد يصير تأخير مزاحمة الى ان نطلع برنامج عطنا اللينك. احنا ندري ان كثير من الناس دايسين بنزين ويقاون عشان بس انه يكونون معانا ويشوفون برنامجنا. ما بني على تأخير فهو تأخير، فهو تأخير، فهو تأخير. بس احنا بالنهاية رايك بالحكمة هذه، ندفع بيزات احنا. ندفع بيزات. يسوى انكم تنطرونا الصراحة، يعني احنا قاعد نتغلى عليكم. المفروض ان انتوا يعني اصلا انتوا المفروض تدورون وين حصوا وطلعوا، متى يطلعون؟ المفروض كذي. احنا نبي نعرف غلطنا الصراحة. بتمون تتابعونا وفي متصلين ولا اتوقع الحين ماكو متصلين؟ سمير يقول بات 6 الصبح. سمير حاط شماغ وقاعد. تلقى في متصلين؟ في متصلين محمد، في متصلين اليوم ولا ما في؟ قاعدين ويتنج اليوم. لحظة، إذا ما في متصلين قاعدين متصلين. إنزين خليني أقول لك شيء، إذا ما في متصلين نقزرها، أنت تاخذ اللينك وأنا أخذ اللينك ورا، أنت تاخذ محمد اللينك. ما يضرب. محمد راح نسوي كذي ترى. طبعا نرجع نصبح عليكم مشاهدينا مره ثانيه. شفنا السياره الجميله هذه، ان شاء الله السياره هذه راح يتم السحب عليها بمجرد مشاركتها في البرنامج. عطنا اللينك، طريقه التواصل هذا الرقم موجود، تعبون الابلكيشن كامل. لو انت ما حالفك الحظ وكنت معانا على الهواء، باذن الله تعالى ممكن يتم السحب ان شاء الله في العيد او يعني قبل العيد بيوم. صح. اخر يوم برمضان، وان شاء الله تكون السياره، وان شاء الله فالكم الفوز يا رب كلكم. صراحه ودي تكون عندنا 10 سيارات عشان يكون عندنا 10 فايزين ان شاء الله. يجي اليوم اللي يكون عندنا 5 سيارات يا ريت، ان شاء الله يا ريت نسوي هنا مكتب سيارات برا. ألف مو بعيد على ألفة. ها مو بعيد على ألفة. لا تعطى تحيه حق ألفة. محمد تكفى تحيه، ارفع له العقال. جماعه خلي ألفة، لا تخلوني والله العظيم سنة حيازي وايد وما اصب الا منكم بنزين. ترى عادي افصل، انا تعرفني فصلات يعني، اري رعي موتر وكشوي صابط. وين عند ألفة وشنو هم تفلسف؟ عب فخ تاير بنزين، اتفخ تاير هواء وعب بنزين وطلع مصابط. ألفة غير بعدين برستيج. برستيج تحس ان انا ألفة غير. الكروت هذا اللي مسوينها الخدمه اللي يحطوا لك اياها كذي بس تسوي سكان. تسوي سكان؟ بس تسوي سكان. عطى صوت محمد سكان. عطنا صفقه حق ألفة. قاعد تقول كلام كبير انت، قاعد تسمع محمد منو مثلك؟ كلام كبير يعني ألفة شنو؟ خلص على الباكر احنا راح نتفطر. اي هذا كلام، هذا كلام ناس تتفطر بنزين. فطر انا افطر على
شوف محمد راح موت حسبالك الناس حسبالك انا اشرب ماي؟ ها نشرب بنزين بنزين عشان ندوس بنزين صح صح طبعا يعني اليوم احنا يا جماعه لا تاخذونا شويه دسنا بنزين وايد لان اليوم ضغط النفسي والتعب عرفتوا انا نايم السياره هذه شب على وريدي لما يكون في نومه شلون يقلب المود ضحك يضحك بدون سبب هستيريا تملك ضحك اي كذي قلبه ويانا اليوم لا حول ولا قوه هستيريا الضحك يلا خلينا ناخذ متصلين يا جماعه يلا خلينا المتصل الاول ناطر صار له ساعه زمردة متى زمردة من متى بلشت؟ أقولك متى؟ أنا بعطيك بعض المعلومات حق المشاهدين يمكن أسألكم على الزمردة بعد شوي. الزمردة تأسست عام 1978 وشعارهم شنو قلنا؟ شعارهم الكريستالة الخضراء خضراء أنا اليوم لابسة الكريستالة الخضراء مالتهم ولابسة كل الكريستالة كلك اليوم شابة كلك زمردة اليوم كل أخضر بأخضر يعني الشعار مال الزمردة لما تروحون تشوفون السوق أو تشوفون المحل مالهم هو الكريستالة الخضراء وتأسس عام 1000 يا أخي الزمردة غير والله والله غير الزمردة عطنا الزمردة وينك يا عمي هي الزمردة جيب عمي محمد جيبه شوف شوف عطى زوم محمد الزمردة غير غير اسم عريق يعني لما تقول انا رايح الزمرده بس تقول انا رايح الزمرده الناس تدري انك رايح الذهب برستيج ايه رايح تشتري ذهب والله العظيم شوف الزمرده طبعا هذا اسمه هذا طبعا شعار الكريستال الاخضر وطبعا منذ كم 1978 يعني مو 77 78 78 ايه اوكي اعيد بعد اقول لكم ترى بعد شوي عاد اسالكم لا بس ما راح نسالهم ما راح نسالهم ايه ها بعد شوي ها يا محمد قام ترك ما ادري هذه بعد شوي رحت بنزين؟ يقول رحت بنزين بس انزين اخذ الاتصال الأول يلا وناخذ الاتصال الأول ومعنا مريم مريم شلونك يا مريم؟ السلام عليكم وعليكم السلام والله مريم قاعدة صباح الخير مو بس أنا عيالي قاعدين زوجي بعد عمري والله الله يحفظكم إن شاء الله ويسعدكم على راسي على راسي انت ما عاد فوزهم شوف الناس شو النشيطه يا محمد يعني الناس ابو شاهين قام يصفقون يعني الناس تابعتنا ومهتمه يا محمد المفروض غير هذول صراحه اي والله ساعه المباركه يلا جاهزه يا مريم تبقى من الشهر وان شاء الله تفوزون يلا فقرتك فقره تكملها اوكي راح اعطيك اسئله وجاوبي عليها اول الشعوب استعمالا لشوكه الطعام فرنسا فرنسا برافو سلام. عليك من هو أول من رسم الخريطة الجغرافية؟ البي مريم البيروني 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 عاصمة النمسا هي فيينا الله عليك برافو عليك الله عليك الله عليك الله عليك مريم مريم ألف مبروك الجوائز اللي راح تفوزين فيها وعليك بالعافية وتستحقينها الصراحة مريم بما أن مخرجنا محمد عز يقول اليوم ريحة الاستديو ريحة بنزين نبي ندوس بنزين كلنا بعطيك كرت بنزين مقدم من ألف وغسيل سيارة هذا أول 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 جائزة أو أول كابون وعندك كابون مقدم من عيادة الميدان تنظيف أسنان وعندك كابون مقدم من أطياب المرشود الله أطياب المرشود الله نمبر فور نمبر فور جربي وجربي نمبر فور وعندك كابون مقدم مطعم طاسك سبرسك طاسك سبرسك طبعا هذا المطعم عندهم العيش الأخضر جبار عن تجربة وعندك كرسي وطاولة جانبية مقدم من يو آر أوف رود هذا تخصص جيبات إذا عندكم سيارة جيب وعندك كابون مقدم من لابوتي وكابون مقدم من مركز آي جوي هذا المركز متخصص لترفيه الأطفال هذه سبع جواز أعطيتك إياها تستاهلين على التحية تستاهلون سبع جواز سبع تستاهلين يلا أعطينا اللينك تبين الكبير ولا الصغير يا مريم ذهبي ذهبي بطلة قعد 9000 يا رب يضرب وياك يا مريم 9000 يلا دولار 9000 اي شيره 9 فاضي 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 9000 شنو 9015 اتوقع هذه الارقام ان شاء الله ان شاء الله يا رب امضي خسران ولي هارد لك ما علي يا مريم الف مبروك الجوائز اللي حصلتي عليها من البرنامج وفالك ان شاء الله الفوز بالسيارة وعندنا اتصال ثاني ونقول ألو لس من عندنا حياة شل بشرة بشرة شلونك هلا والله الحمد لله احنا آسفين قاعدينك الصبح ها مسهرينك مسهرينك يا بشرة
راحه. بشرى يلا ما نطول عليك، يلا يلا بعطيك بعض الاسئله وتجاوبين عليها، مستعده؟ يلا يا بطل. والسؤال على الشاشه، ما هو اصل كلمه شيف؟ شيف اللي يطبخ، اصل الكلمه شنو؟ اي دوله اوروبيه؟ اسبانيا؟ نو. لا، مشهورين بالعطور. فرنسا. فرنسا، برافو عليك. السؤال الثاني، اين توجد اطول سكه حديد في العالم؟ يم امريكا. تحت يم امريكا. مكسيك؟ لا. نو. فوق يم امريكا، فوق حرف الكاف. كندا. برافو عليك. يقول المثل شاق القاع وقايل ايديها باع. برافو عليك. فايز مبروك، فايز. برافو عليك. الف مبروك يا بشرى، تستاهلين كل خير ان شاء الله. دوسي بنزين خلصوا وياها. شنو فزتي معانا يا بشرى؟ فزتي معانا ب 1000 بنزين و1000 غسيل سياره، كوبون من عياده الميدان تنظيف اسنان، كوبون من اطياب المرشود وعليك بالعافيه، كوبون من مطعم طاسه اكسبرس، مكينة قهوة من يو ار افرود، وكوبون من لابوتي وعليك بالعافية. والله مدلعينك عليك بالف عافية. ويلا خلنا نلعب على اللينك. اللينك الكبير ولا الصغير؟ الكبير. الله يلا. 9000 دولار طقطقي براسك، 9 فاضي فاضي فاضي، شيري مضاعفات الخمسة. عيد الرقم بشرى على اساس ما يصير في خربطه. 9225. امضي خسران ولي. مع الاسف ما تلاحظين طبعا الرقم غلط، ما تلاحظين صار يعني منتصرين قام صار عندهم الذكاء هذا بالارقام. 25 200 120 350 لاحظتي؟ اي بس مو بالضروره يعني، مع يوسف عادي تنصدم. لا انت بس تذكرين العام اول. ايه لا والله مع يوسف مش هتقدر تغمض عينك. حمود اي والله مثلا حمود تذكر اولت العام اول سيزن ايش كان يحط يوسف الارقام؟ 900 700 مش كلها شيء مرتبين. هلا شوي هذه ها قام يلفون الناس وياهم خلاص قاموا يدرسون يا سلام عليك الموضوع. يا سلام عليك الحين حاطه تلقاه يوسف سهل. ايوه لان الناس اللي قامت تخيل انه صعب هو حاطه سهل. والله اتوقع يلا ناخذ اتصال. معنا زينب. عندك يلا زينب. شلونك يا زينب؟ الحمد لله. انت شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ قاعده والله يا زينب مسهرينك احنا اليوم صباح الفل. قولي لها. لا عادي حبيبتي. يلا جاهزه؟ جاهزه. فقرتك فقره تكملها. ما هو اصل كلمه استوديو؟ احنا الحين بالاستوديو. الله شنو اصل الكلمه؟ اوروبيه. بيتزا ايطاليا. ايطاليه. ما المقصود بكلمه بلقان؟ شنو هو البلقان؟ هضبة ولا جبل؟ بلقان. ساعدوني. ساعدتك. هضبة ولا جبل؟ ولا جبل؟ هضبة؟ نو. أكيد الثاني. جبل. ما هو أول من أدخل القطن في الطب؟ من هو أول من أدخل القطن في الطب؟ عالم عربي. مشهور في مستشفى هني عندنا حق العظام متخصصة. ابن سينا؟ لا عظام. مستشفى عظام متخصصة لما حد ينكسر الرازي. 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 فايز فايز مبروك. الله عليك. ابن سينا. زينب ابن سينا حق العيون صح؟ ايه العظام الرازي معروف. الرازي يقول ان شاء الله دور عند دور. يلا جاهزه. شنو جوائزك؟ طبعا احلى جوائز مقدم برنامج عطنا اللينك. 1000 بنزين تعبين بنزين وتاخذين كرت بنزين منهم وغسيل سياره، وعندك كابون مقدم من عياده الميدان تنظيف اسنان، وعندك كابون من عطور سراي. الله عطور سراي. وعندك كابون مقدم مطعم كساب. هذا المطعم كساب تركي ضربي عند الستيك وعلى مسؤوليتي. شنو جوسي قلنا ذاك اليوم؟ جوسي يعني وانت تقصين بسكينه كذي ابيش تمقرين باللحم من داخل والترف شلون. اي ابيش تدوسين بنزين. وعندك بوكس مقدم من عدسات ديفا وكابون من لابوتيه افضل عياده اسنان. خلنا نلعب على اللينك. يلا يا بطله هذه 6 جوائز اعطيتك. يلا فالك اللينك ان شاء الله. يلا زينب فالك اللينك. يلا تبين الكبير ولا الصغير؟ لا الصغير. الصغير يلا. كم بدايته؟ 700.
سبعة فاضي فاضي. 740. 740. فايز. الله الله لا 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 فايز مبروك لا 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 مبروك مبروك يا زينب، برافو عليك. والله العظيم يا زينب قسما بالله اقول حق كل المتابعين ان انا حصن استانس اذا احد يموت. والله العظيم اترجاهم قبل شوي اقول يا جماعه ساعدونا شوي بالارقام، بس والله العظيم سبحان الله الرزقة تيج تيج. تستاهلين تستاهلين يا زينب. وهذا الرقم عطى صوت مره ثانيه. فايز 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 مبروك فايز 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 مبروك فايز. ألف مبروك. 740 دولار ايش راح تسوين فيهم؟ بعطيهم حق الوالدة. الله يخليها لك يا رب. راح تستانس. نصيحتي نصيحتي خذيها نصيحتي روحوا الزمردة واشتري لها ذهب من الزمردة راح تستانس. والله العظيم راح تستانس. تمام اي والله. عليك بالعافية يا زينب. عليك بالعافية. يلا ومعانا وان شاء الله تفوز بالسياره بعد باذن الله تعالى. طبعا ان شاء الله تلقائي طبعا دشت السحب معانا. زين عندنا منو الحين؟ ناخذ اتصال جديد ونقول الولوس من عندنا. السؤال الرابع، وين المتصل مال السؤال الرابع؟ حياكم الله. من عندنا يا اخي سمير ريله بركه يدخل السؤال. سمير روحي بطل الازرق والله استانس. شوف شو الخطوات ما شاء الله موزونه اليوم. دايس بنزين كاشخ سمير اليوم إيه احمر بدي وردي كاش يقول شايف من بنزين بالاستديو اكيد شارب ألفة اليوم انت شارب ألفة؟ انا قلت التحديني اي بنزين بيور راح اخليه هني. ليش؟ من ألفة؟ من ألفة؟ اي بيور كذي يحط عشان يشوفون نقاوة البنزين. ها؟ نقاوة البنزين. زين اذا طاح بالله سوي الحريجة هني ايش دراني عنك بتجيب الاستديو؟ يعني قلنا نتكلم شوي على البنزين خصائص. يا محمد قلنا نسوي شيء نسوي البرنامج. محمود شلونك؟ شلونك يا محمود؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك يا اهلا فيك. احنا نصبح عليك وشي بالخير والاسفين دق عليك متاخر. حبيبي الساعة المباركة. ساعة كبرك. محمود احنا طبعا طالعين متاخر قلنا طبعا اسباب عندنا طبعا تدري فترة انتخابات وشوي تعطل برنامجنا نص ساعة بس ماكو مشكلة يكفي اتصالاتكم وتواصلكم معنا. انزين يا اخوي عبد الله حبيبي انت ولقت حصة منورين. يا حبيبي الله يسلمك هذا نوع التواصل. الله يلا الله محمود نبي نلعب مع بعض خليك مستعد سؤال واجابة يلا. جاهزين ان شاء الله. أول دولة استخدمت الطباعة؟ روح وقت الحرب تك 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 تك. الإنجليز؟ لا 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 هذاك بشنب بالنص شنب صغير تك 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 إيه سووا أفلام اللي شنب صغير لا 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 شنب صغير نقطة بالنص شنبه ربع هتلر هتلر ألمانيا ألمانيا برافو ألمانيا. إنزين السؤال الثاني، ما هو أصل كلمة استاد اللي هو الملعب؟ اصل كلمه استاد شنو؟ استاد اي شنو اصل اي دوله؟ انجليز no. لا لا يحبون العطور ربع العطور فرنسا. فرنسا الله عليك. اول دوله استخدمت التلفزيون التلفاز؟ عاد قلتها اكثر من مره ما تقولها الحين يلا عاد الانجليز بعد ما لا 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 يتكلمون نفسهم يتكلمون نفسهم بعد امريكا. امريكا مبروك فايز فايز مبروك فايز. مسكين قاعد تعبنا يا تعبنا يا بس قاعد الله يعينك. نسوي له ديسكاونت بالجوائز بس لا اخوي عبد الله ابوي اخوي انت والاخت حصه طلبتكم وقول تم. لا 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 احنا خلينا سوينا قاعد نقول بنقلل جوائزك لانك تعبتنا. احنا ساعدناك ساعدناك وايد يعني. لا 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 قول لي قول لي شو اللي تامر عليه محمود. خلينا نسمع عطله خلينا نشوف الاداره يوافقون ولا. يلا قول ابي اختار جوازي يعني حد. لا تختار جوازك والله. اي يلا ما يخالف المون اليوم المنتخب خسران وضايق خلق شوي خله ونتونا جرب اللينك كذا تفوز باللينك. صدق جرب لك بقي اضرب اي جرب اللينك يعني يمكن تفوز فيه. اي ما يخالف بس يعني لو ضبطنا بشكل زين بعد اللينك هاشم محمود بعد اللينك بعد اللينك ان شاء الله نرضيك على سافة المنتخب لما خسر. يلا تبي تلعب على اللينك الكبير ولا صغير؟ 9000 ولا لا الكبير الكبير بسم الله 9000 دولار. يلا قول بسم الله قبلها بسم الله. 9 فاضي 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 يلا عدل 9 فاضي
9350 أمضي خسران ولا حرب لك. خلنا نقول لك جوائزك، يمكن تيوز لك ترى جوائز يلا أهم شيء إن شاء الله. بعد إيه في أشياء حلوة بعد؟ ألف بنزين وألف غسيل سيارة، كوبون من عيادة الميدان تنظيف أسنان، كوبون من أطياب المرشود وأقوى أطياب عطور، كوبون من مطعم كساب الله، كوبون من يوريكا. يوريكا ايش تبي؟ اجهزه كهربائيه بعد روح ونعطيه. إيه بعد نعطيه اكسجين. اعطي تبي اكسجين دق حديد ولا نعطيك لابوتيه؟ لابوتيه افضل عياده اسنان بالكويت. اسمع مني. ولا نعطيك خام؟ لا لا اسنان اسنان لا أسنى خلاص عطوا عطوا. نعطيك كوبون من اكسجين. اوكي مقدم من اكسجين. حلوين، الف مبروك عليك وشكرا على الاتصال. تستاهل يا تستاهل يا مان. الف مبروك. الف مبروك يا بطل. معنا اتصال من علي. علي شلونك يا علي؟ الحمد لله بخير. اخبارك؟ بارك عليكم الشهر. علينا وعليك تبارك يا علي. جاهز يا علي؟ جاهز. مسهرينك شويه صح؟ باكر دوام. شلون بتقعد باكر انت؟ شلون بتقعد باكر؟ بعد اكيد راح تاخذ، اكيد راح تاخذ طبيه او اجازه اكيد. لا ابي اسالك سؤال علي قبل لا ادش على الهواء. امانه الساعه كم تداومون دوامكم؟ يعني عادة 8:30. زين زين تحوشك سوالف هم زحمة الأيام العادية ولا ما في زحمة الحين؟ لا في زحمة صراحة. لا إذا مدارس والله في زحمة. زحمة طحنا. إيه. يلا الله يعينكم. إحنا مساكين الطبقة الكادحة نحس بالزحمة. أيوة طبعا. مرتاح. أنا كادحة بعد. وين كادحة؟ أنا وي كادح مبين. كل الكدح مبين. شوف لحيتي كادح. إيه من أمك كادحة. جاهز يا علي؟ جاهز. يلا. ما هو أصل كلمة أتوبيس؟ أوه. من اسمها أوتوبيس؟ بس أي دولة؟ مصر. بوسيكات أوتوبيس. يلا أوتوبيس أصل الكلمة. لا لا مو أصل، أصل الكلمة. أصل الكلمة شنو؟ مصر أصل. من مصر؟ علق على مصر. عطى خاسر. زين لحظة لا قبل تعطي خاسر. علي علي عطى خاسر. عطى خاسر. علي كلام خسرونك علي. شوف أصل كلمة أوتوبيس في مصر يعتمدون هم على دولة أوروبية في الكلام، تلقى عندهم بعض الكلمات أو بعض المفردات من دولة أوروبية. أي دولة أوروبية متأثرة فيها مصر؟ يمكن فرنسا. فرنسا. فرنسا يا علي. يلا فرنسا كمل. فرنس. أين يعيش الكنغر؟ أين يعيش الكنغر؟ في الغابة. لا والله قوية صراحة. راجل اطلي راجل اطلي راجل اطلي علي علي شلون الغابة علي ولي ترى لي هاي تفاصيل. علي ترى صدق قلت غش والله. اوكي 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 علي انا ترى ضحكه وداخل كلهم. شلون قلت لك لحظه شلون؟ اين اعيش الكنغر في الغابه؟ لا والله اين اعيش. اي دوله؟ قالها قالها استراليا. ما هو اكثر خلايا الجسم عمرا؟ يتحلل الواحد. حيق الصبع. يتحلل الواحد وهو الشيء اللي يبقى شنو؟ ما هي اكثر خلايا الجسم عمرا؟ والله يعني واحد يعني واحد بعد ما رب العالمين ياخذ امانته تدفنه ما تراح. شنو الخلايا اللي تبقى؟ الجلد. يا ساتر. لا والله الجسم ما يبي. ما يبي شلون جسم يتحلل؟ ما بقى فيه شيء. ما بقى فيه شيء علي. يتحلل ما بقى فيه شيء. شو بقى فيه لما يتحلل الواحد؟ شنو يبقى؟ يبقى عظامه. عظامه علي. مبروك اشرب ماي ذبحني. اعطني انا تكفى تشطار ثاني الليل. انا بس بعرف شغله. والله لا لا ايش ماكل؟ تكفى قول لي تكفى. ماكل كباب. اي كباب انت؟ كباب يوم علي. شوف كباب ما يسوي فيك شيء الا الكباب صرف حمص وبصل ضار بالليل وهذا وش يسمونه على الفطور؟ شو ماكل؟ سميها لنا تشريبه. تشريبه ولبن. تشريبه لسانات. لحم. لا لحم لسانات وكب. لا والله تعبان بالسيارة والله. علي علي عورت قلبي. اي انا بعد والله. هذا والله اليوم ترند انت اليوم. اسف. عادي ماكو مشكلة عادي. خلينا نشوف خلينا نشوف خلينا نشوف ايش قاعد يقول عند اوامر عليا الظاهر محمد. نعم عاوزين نسأل عليه سؤال. المخرج يبي يسألك سؤال. يلا يلا تفضل المخرج. ايه الغابة. ايه يقول لك المخرج انت قلت ان الكنغر عايش بالغابه. عايش وين بالغابه؟ على ناصيه ولا على زاويه ولا على شارع وسكه؟
ما اسمع؟ الكنغر عايش في الغابة على زاوية ولا على ناصية ولا على شارع وسكة ولا على البحر؟ لا يبقى الغابة بعد. ما شفت الغابة كذا يبقى عطى فايز عطى فايز عطى فايز عيش زاوية عيش علي. لا 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 علي انا لازم بعد البرنامج اتصل فيك اتفاهم معاك انا موجود يعطيك عليك الساعه المباركه. يلا شنو فزت ويانا؟ فزنا عنا الاولى للوقود واولى غسيل سيارات، كوبون من عياده الميدان تنظيف، كوبون من اطياب المرشود، مطعم لاين اب فيت وهذه وجبات صحيه لذيذه دايت، كوبون من عدسات ديفا وعسل 3 بيز. عليك بالعافيه وفالك اللي يلا تبي الكبير ولا الحين عاد ابيك تصحصح ها؟ صح صح زين الحين ابيك تنقي تبي اللينك الذهبي ولا الفضي؟ عطني ذهبي. الذهبي قاعد تلعب على 9000 دولار. قول بسم الله وركز تكفى. بسم الله 9 فاضي 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 ترى قاعد تتكلم عن حوالي 3000 دينار كويتي. 9 مثلا كم؟ 9 وكم يعني مثلا؟ شوف 9 انا اعطيتك 9 صح؟ جبها فاضي 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 عبلي الفاضي فاضي شير مضاعفات الخمس 9 9433 لا ما في ثلاث مضاعفات الخمسة. انت اول مرة تتابعنا صح علي؟ انت مو متابعنا من قبل. اي نعم 9455 9400 ترى عادي امضي خسران ولي ولي مع الاسف انا ترى بغيت اقعد ها؟ بس ابغى اقعد بتجي انا والله يتني هذه حال اللي بقعد بقول له علي عشان لا تقول لي ان الشباب اذكى من البنات. اخر مره تقول اين يعيش الكنغر؟ في اي دوله يعيش الكنغر؟ شو السؤال؟ في اي دوله يعيش الكنغر؟ في الغابه طاحوا داخل والله العظيم يعني وقبل لا حرام حرام قاعد يسوق قاعد زين قبل شو السيارة؟ اول مره يشارك قبل ما اصل كلمه اوتوبيس سامحه سامحه قال باص انا سامحته انت مو مسامحه جاي يقول باص زين قلت له لا اوتوبيس اصل كلمه يعني من وين اوتوبيس مصر زين عمي هو ما يخالف ما يخالف سامحنا سامحنا لا هو علي مو راضي يسمع الكلام يعني ما يبي يسمع الكلام يعني اذا انا قاعد يسوق ايه وبعدين ترى مو متابعنا هو اول مره يتابع البرنامج مو عارف السيستم اي مو عارف السيستم ايه. وما كان يعني الصراحه اسئلته مو سهله شوي يعني ايه. شويه مصعبينها عليه اي اي بس احنا اعطينا جوائز صح؟ اي فاز فاز انزين اعطينا جوائز يستاهل انزين ايه. ناخذ طبعا اتصال جديد وفي السؤال السادس ونقول الولوس من عندنا شمس يا هلا شمس 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 بالضبط يا اسمها على وقت على وقت البرنامج بعد شوي بيطلع بعد شوي خمس دقائق شمس شلونك؟ الله يسلمك بخير الحمد لله اخبارك؟ تمام الله يعافيك والله من الاسماء الحلوه الخفيفه أيوة. الجميله شمس اسمك وايد حلو يا شمس الله يسلمك دائما الواحد بيسمع كلمه شمس يحس بالراحه ويتفائل والطمانينه يتفائل انه يوم جديد والله وشيء جديد وبدايه جديده بدايه جديده زين شمس يعني اسمك غريب يعني اشمعنى شمس ليش شمس يسألونك صح؟ اي لا بس وايد حلو الاسم وايد جميل الله يحفظك ان شاء الله شمس ركزي معي اسئله سؤال بس تكفين لا تجلطيني ناس علي تكفين ركزي تكفين زين الله انا صباح الله خير الله شربنا هني قلن ماي قلن ماي وصوت عصافير برا فتكفين احنا بنساعدكم ركزي معي لا تسالون زين ركزي معي الحين يلا ما هو اصل كلمه اكاديميه من اي دوله اصلها شنو؟ أصلها يعني مثلا فرنسي مثلا إيطالي يوناني أي دولة أكاديمية يكسرون صحونهم ساعات بمطاعم يوناني ها؟ يوناني برافو عليك هذا السؤال الأول السؤال الثاني ما هي عاصمة الدولة العباسية عاصمة أي دولة أي عاصمة بغداد عفية عليك يلا قال برافو عليك من هي أطول الكائنات الحية عمراً بطيئة سلحفاز برافو عليك يا برافو 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 بطلة يا شمس بطلة ألف مبروك الجوائز سهلين شاطرة يا شمس شاطرة جرس 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 دام في سلحفاز جرس أوامر عليا صحيح البنات أذكى من منو؟ من الشباب والله العظيم من البنات أذكى من الشباب شمس اليوم اليوم أنا أعترف أنا أعترف اليوم البنات أذكر إيه خلاص يعني صراحة اتصال علي غير الموازين غير الموازين لبعد أسبوع قدام بعدين غير رأيي مو مشكلة الصيام مأثر عليه أيه. أزين بما أن أنت قلتي كذي الصيام مأثر على دو بما أنك أنت قلتي كذي في وطق الجرس ولك سؤال إضافي هذا أنا علقت هني أوكي لك سؤال إضافي شنو سؤالك؟ عن الزمردة إذا جاوبتي السؤال يا شمس
راح تحصلين على طقم ذهب مقدم من الزمردة. كحل عيونك يا شمس. يلا يلا خير يا رب. انتي سمعتينا من بداية البرنامج؟ ايه. يلا، متى تأسست محلات الزمردة؟ متى بلشت؟ اي عام؟ اي عام؟ في اختيارات؟ لا. قلتي سمعتكم؟ في السبعينات اذكر 76 77. لا لا ما راح اساعد كلش لان الجائزة غالية. 1978 يمكن. جواب نهائي؟ جواب نهائي؟ خلاص تخربطونها يا قارث. ما شاء الله. برافو برافو مبروك 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 مبروك. حلو. خليك يا محمد وخليك يا محمد وخليك يا محمد وافتح مرضى عطها. الله 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 الله. فايز مبروك فايز. شوفي كحل عيونك. تراتشي وقلب وخاتم. اي تراتشي وقلب وخاتم. الف مبروك. عليك بالعافيه. تستاهلين يا شمس. وهذا طبعا مقدم من الزمرده. ونرجع نعيد التاريخ مره ثانيه. وبعد عند الجوائز الثانيه خل اقول لك شنو فزتي معنا. كوبون من عياده الميدان تنظيف اسنان. كوبون من سابلي واقوى حلويات واقوى معجنات. وعندك كوبون من اطياب المرشود واقوى اطياب ممكن تجربينها. تجربي نمبر 4 والبودر مالهم. كوبون من مطعم ياكي. كوبون من يوريكا وعندهم خوش عليهم دلعين هيبه كهربائيه قويه. وكوبون من مركز اي جوي. وعليك بالعافيه. تستاهلين. تسلمون. الحين طبعا هذه جوائزنا. نبي نلعب معك على اللينك. تبي تلعبين بعد؟ تبين بيزات كاش؟ اكيد. يلا. ما نقول لا. يلا. جات الخير خير. نقي الذهبي ولا الفضي؟ سريع. كاويات على الهواء. الذهبي بسم الله $9,000. قولي بسم الله وان شاء الله ربك يوفقك. يلا قولي قولي بسم الله. تسعة فاضي فاضي فاضي. 505. 9505. اي. اوكي. نشوف. امبي خسران ولي. للاسف الرقم غلط. والف مبروك الجواز حصلت عليه. برنامج تستاهل فعلا. يعني شوفي متابعه من الاول بس قالت شيء سبعينات بس اكيد في احد يمهلي عطاها المعلومه الصحيحه. وتستاهلين. الف مبروك عليك. تستاهلين. طبعا عندنا فاصل ورادين نكمل اتصالاتنا. حياكم الله مشاهدينا. رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا الفقره الجميله اللي الكل يحبها ثبتها. نعطيكم اربع كلمات وتكون في كلمه مختلفه عن باقي المجموعه. عندك نواف حصه ويانا. نواف نواف شلونك يا نواف؟ شو اخبارك يا نواف؟ الحمد لله بخير. شلون صحتك؟ رب الله طاعتك. منا ومنك صار في عمان نايم نواف ولا قعدناك ولا رايق؟ والله كنت ناوي انام بدري بس كنت. يلا زين زين عشان تفوز بالجوائز. ايه فوز. جاهز يا نواف؟ تعال. يلا فقرتك ثبتها. اوكي راح اعطيك اربع كلمات مختلفه ولازم انت تقول لي شنو الاختلاف اللي بينهم. تمام. اوكي لا لا راح اقول لك اربع راح اقول لك اشياء وانت قول لي شيء يذكرونك فيه. عفوا انا غلطت بهالمره. أيه. اوكي يلا. اسود احمر اصفر كاس العالم سيارات برلين. سهلة. كاس العالم أسود أحمر أصفر. ألمانيا. برافو عليك. مسجد محراب الصالة سجاد. مسجد محراب صالة سجاد شنو تدل على شنو؟ الله أذان مسجد دل على رمضان. صلاة. الصلاة. الصلاة. الصلاة عبادة. يلا. أوكي. لا. الرازي ابن سينا. لا لا هني هذا غلط.
الراز مسينا بلا هيفا. لا هني هذا غلط، هذا حاطين سؤال غلط. أيه. بس ألف مبروك فزت معنا. ألف مبروك. فايز. ألف مبروك جاوبت على سؤالين صح. مبروك فايز. ألف مبروك. تستاهل يا بطل، تعال يا بطل، تعال لي وأحلى جوائز مقدم برنامج، عطني اللينك يلا. معاي تسمعني؟ أولى الوقود. معطينك كرت بنزين ومدلعينك مخلون مغسل سيارتك بعد عندهم الأولى وقود، وعندك طال عمرك كابون مقدم من عيادة الميدان تنظيف الأسنان، وعندك كابون من أطياب المرشود أحلى عطور عندهم، وعندك عدسات أمارة تعطيها حق أحد من أهلك، وعندك عسل ثري بيز وهذا العسل ولا غلطة وقفش على الريج، وعندك كابون مقدم من مركز آي جوي، هذا طبعا مركز متخصص لترفيه الأطفال. ويلا خلنا نلعب على اللينك، تبي تلعب على الذهبي والفضي؟ ذهبي. يلا بسم الله، 9,000 دولار يلا. يلا يا بطل. ها آه. 9 فاضي 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 عبي الفاضي. ايش قال؟ شنو قال؟ 90 990 9990 90 تسعة صفر تسعة صفر. إيه ضارت إيه. تسعة صفر تسعة صفر. عيد الرقم. تأكيد تأكيد بس عيد الرقم صوت واضح. تسعة صفر. شباب سمعتوا داخل؟ أهم شيء كنترول. لأن إحنا قطع عندنا. عيد الرقم. تسعة صفر تسعة صفر. بس. تسعة صفر. خسران ولا. مع الأسف ما حالفك الحظ إن شاء الله، يحالفك الحظ بإذن الله تعالى على سحب السيارة. وناخذ اتصال ثاني وعندنا ونقول ألو لس. ما زلنا بالفقرة مالتنا، نعطيكم 4 كلمات وقولونا شو المختلف بالمجموعة اللي قدامكم. سعد شلونك؟ يا هلا والله، السلام عليكم. مبارك عليك ما تبقى من شهر، صباح الخير. علينا وعليك، تبارك صباح النور. مأذينك الصبح داقين عليك ها الربع؟ لا لا على راسك. ساعة المباركة. يلا الحين بعطيك 4 كلمات وقول لي شنو الكلمة اللي ما شادة على المجموعة أو ما لها شغل بالمجموعة، تمام؟ أدعي. يلا يا بطل. الناموس، الديرفة، العاصوف، محمد علي رود. هذه طبعا كلها مسلسلات. إيه العاصوف. العاصوف صح لأنه مسلسل سعودي صحيح. السؤال الثاني، إسبرسو، أمريكانو، زنجبيل، موكا. لا زنجبيل. برافو برافو عليك برافو. انزل السؤال الثالث والاخير، المغرب، السودان، هولندا، الجزائر. هولندا. هولندا. سلام عليك. فايز فايز مبروك فايز. سعد صحصح. عادل اول نبيك تضبط له هدايا العيد الاول. تدلل انت انت شوف صوتك تستاهل الصراحه. صوته صوته يديك حديد. يديك حديد يا حبيبي. صوتك يديك حديد يعني صوته معضل مثلا. صوته مع اي انا اعرف صوت... انا اعرف شو رايك يعني شلون عرفت ان صوته يديك شوف يسولف العب ومن شنو طيار راعي بار وحديد ما في مشكله بار ومشاع قد يلعب. اقول لك شغله، هذا كرت من اكسجين روح عليك بالعافيه. تمرن على تمني الرياضه تمني الصحه، هذا رقم واحد. حصل كم من الجوائز الباجي وفزت معانا خام من عبد الرضا كاكولي. من انت ما تقصرين مو بس اي اي كاني معطيتك خام من عبد الرضا كاكولي. اكشخ حق كابون من عطور امل الكويت علشان تتبخر باقوى بخور عندهم. اشهد. اوكي اعطيك بعد كابون من عياده الميدان تنظيف اسنان، واعطيك الاولى تبدل عياده الميدان عشان تدوس بنزين. هلا اعطيك تبي تدوس بنزين الاولى وقود والاولى غسيل سيارات عشان تدوس بنزين. يلا كم بنزين معطينك ايش تبي؟ روح. ونعطيك كابون من مطعم درب الزلق، ونعطيك عسل عسل ثري بيز. عسل ثري بيز تستاهل والله. اعطيتك امل الكويت. اعطوك اعطوك اعطيتك امل الكويت. خل بس لهم. لا لا امل الكويت وكلهم فيهم الخير والبركه ما نزعل احد. المرشود قوايا والامل الكويت قوايا والسراي قوايا وكلهم حلوين. والله قويين والله. الله يسلمك. كل هالهدايا لو اربح باللينك بعد. يلا كان الساعه المباركه. يلا جرب حظك ان شاء الله تفوز. يلا تبي تلعب على الذهبي ولا الفضي؟ الفضي الفضي. يلا قول فايز. شلون فايز؟ الاول بعد. يلا الفضي. لا صوت قلب مو فايز. 7 فاضي فاضي عبلي الفاضي. ركز ها. 775 775 ان شاء الله. امضي خسران ولي. مع الاسف ما حالفك الحظ والرقم
غلط طبعا. انت مجرد اتصالك معنا تشترك وتدش السحب على السياره. عندك جدول طيبين شنو؟ انا بشارك على الفضي. الفضي؟ اي حاسن شايفته. احنا مطلعينا متاخر فاعطونا فرصنا الصراحه خلينا نستانس مره ومرتين وثلاثه، كل واحد فينا يستحق فرص يعني على قد المعزه المفروض ناخذ فرص. اي والله ايش رايكم؟ صدقتي انا اشهد. انا طبعا على الدوخه هذه. لا ما حد عيني حمراء. انا مش عايزه صندوق الفرح، صندوق عاوزه اشارك على الفرحه الحقيقيه. ايوه تبي فرحه حقيقيه هذه كاش الحقيقيه كاش. اي أيوة والله. يلا ها نجرب صندوق الفرحه. أفتح محمد. الله الفارس. خلينا نفتح محمد. فيصل فارس. فيصل فارس. فيصل فارس. فايز فايز مبروك فايز 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 فايز. هذا المتصل اللي راح يعني انا زين محمد خلنا نعرضها للمتصل. اي يلا خلنا نشوف ناطره. اي ما راح نسجل دلوقتي. صندوق الفرحه عندنا فيصل الفارس. حطي فوق عصا. قدم شيء وايد حلو. والمتصل الجاي اي بس خالصين يعني ايه احنا يعني المتصل يسوي جو نعطيه نشارك على إيه فصل فارس يغني يضحك يقول شعر إيه يسولف ايه احنا يقول لنا يقط لنا تعبانين نكتة احنا نكتة حلوة إيه ونضحك عليها اذا ما ضحكنا ما راح نعطيكم. انا مشتي اضحك والله تعبان والله. ايه ومعنا روان. روان لا جوها نار. روان شلونك يا روان؟ تمام. شو اخبارك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ سمعتي سوالفنا قبل لا نرد عليك؟ هلا سمعتي سوالفنا قبل لا ارد عليك؟ ما سمعتهم. ما سمعتي شيء؟ روان مخرجنا يقول المتصل اللي يسوي جو ويضحككم ويونسكم اعطوه إيه؟ جائزه من وين؟ فيصل من الفارس. فيصل الفارس هذا غير جوائز ثانيه تخيلي حطت شيء مجوهرات من فيصل الفارس. وفيصل الفارس لما يقدم شيء ما يقدم شيء عادي. روان اقول لك شغله. غني 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 لنا روان عشان نعطيك اياها. او قولي قصيده او قولي شعر يعني غير قصيده نفس الشعر. اوكي قولي شعر. قولي قطي لنا قطه نشوف نضحك ولا ما نضحك. نكته. ايه اللي ببالك سوي لنا جو. بس سوي لنا جو بالاتصال اذا قلت اذا والله ما في. هلا الجو كشختكم ومطلقتكم اليوم ما شاء الله عليكم. كشختنا؟ لا ما ينفع هالحكي. لا شيء اقوى. 11 لابس قطره قال ماكو شيء. لا نبي حكي اقوى الصراحه. هذا انا هيك كل يوم كاشخين انا لما إيه؟ ما تبين روان لا تروحين اسمع من خي. لا تروحينها والله تروح جايزه. نبي شيء قوي. غني لنا اغنيه. غني اغنيه وطنيه. يلا روان يلا اغنيه وطنيه. يلا اغنيه وطنيه. يلا وطني حبيبي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النسم العالي. كاملي كاملي كان عادي. جائزة فوق الألف دينار سعرها أكثر أكثر. شو فيك؟ والله فوق الألف دينار. غني غني أي أغنية. وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعلة مضيئة لا كلمة مضيئة وطني وطني. خذ كمل كمل. لا الله يلا روحي. لو أنا منك مو بس أغني انا منك اخرف. اوه خسروك شلون؟ روان والله العظيم حرام 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 حرام. لا لا روان روان حرام حرام والله سهل. روان روانتي عليك مرتين. لا ما راح يعطونك اياها والله راح يخلون تشاركين عادي بالمسابقة. يلا يلا خلاص سؤالك. عطى 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 سؤال. عطى سؤال. جدول الجدول الطيبين. اوكي سؤالها قبل السؤال خلاص انا غنيت انت فيها. انا والله ودي اعطيك بس خسروك الادارة قالوا لنا خاسر. ما قاعد تسوين جو روان، ايش فيك؟ ما غنيتي من قلب. لو انا منك انا ما صار لي هني والله ما اغني لهم. لو تغنين حتى لو تغنين حتى هذه كتكوت ضعيف الجناح والله راح اضحك. يعني اي شيء شوي كوميدي ولا ضحك ولا اغنيه يعني حمد اي شيء. بل احنا مو شايفينك فعادي غني. والله انا منك بقول شغله اطلع. والله حتى لو حظك الشيء راح منك. حتى لو حافظه راح اي صدق والله يعني توكل. وبعدين تسمع صوتها على الهواء. زين زين انت الحين جربي الحين خلنا نسال اسئلتك واذا حسيتي صرتي بالمود ندوس. يلا 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 حرفك حرف حرفك حرف الراء. اوكي من النباتات يبتدي بحرف الراء. حرف الراء. حرف الراء من النبات. من النباتات الرز. لا ريح. ريحان.
ريحان. ريحان يلا ما راح اساعدك. جهاز كهربائي بحرف الراء. ريموت. صحيح. ريموت هو راديو بس. صحيح. صحيح. أوكي. مدينة بحرف الراء. روما. روما. عليك. مهنة. يمسك ريشة ويلون. سريع. يمسك ريشة ويلون. رسم. رسم. رسام. 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 فايز مبروك فايز. فايز. روان. روان 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 قاعد زعليني والله. بعطيك جوائز انا بس قاعد زين اقول شغله عوضيني بعد ما اعطيك الجوائز. انا اللي اعطيك هذا بس عوضيني ما ادري تسوين هالليله مع اليمج كيف انا ما لي شغل. المهم انا اعطيتك اللينك. يلا الحين جوازك. جواز طبعا كابون مقدم من طبيب مرشود. طبيب مرشود طبعا ما يحتاج ما عليهم كلام. وعندك كابون مقدم من عياده الميدان تبيض اسنان. وعندك كابون من مطعم مياكي. هذا مطعم شو اسمه مطعم ياباني واكله صجي. وعندك كابون مقدم من بيوتي كونسبت صالون. وعندك بوكس مقدم من عدسات ديبا. وعندك كابون مقدم من مركز اي جوي. هذا المركز متخصص لترفيه الاطفال. هذه اعطيتك انا الحين 6 جوائز زين. وبعد عبد الله قولي عليك اكل حق الوالد. شلون شنو تبي؟ عليك اكل حق الوالد. يستاهل عليك اكل حق ابوها. غالي عليك بالعافيه دام ذكرت ابوك. بيض الله وجهك. اي والله. انزل انزل خلنا نعطيها الساعه. لا الساعه تسوي لنا ما راح يرضون والله داخل. اعطيناها كاكو. اوكي راح اغني. اغني خلاص اعطوها فرصه. يلا خلاص بتغني بتغني. يلا غني يلا. بس اغنيه اطفال لاني دائما مع عيالي. يلا يلا يلا, يلا, يلا. اوكي غني شوف غني. جمل 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 قولي والله. يلا اوكي. اي جمل 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 يشمل على العدل عطش مدينه في الصحراء. جمل 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 يشمل على العطش مدينه في الصحراء. من وين هي الأغنية؟ يمشي ولا يتعب. إيه؟ في الحر ولا يتعب. كمل بعد وحدة ثانية. كمل جمل وعسل. ما ادري جمل وصحراء. جمل 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 يلا. هذه خلصت. خلصت. كملي. سفينة الصحراء. جمل جمل جمل. لا تستاهل. يبقى هدية الجمل. عطية الجمل. فايز فايز مبروك فايز. ألف مبروك. فيها يعني خلاص. ألف مبروك. بعدك في ذاكرة الجمل سفينة الصحراء. شلون ما تنساها. ترى ما شاركت على اللينك ها ولا شاركت؟ الحين تشاركين على اللينك بس خلينا نوريك جائزتك. كحنا نشوف خير وبركة. وأخيرا غنيتي. روان أنت تجلطين ترى. أغنية أغنية الجمل. شنو سلامتك سلامتك. يلا وين طلع اغنيه الجمل؟ خلينا نشوف بسم الله. يلا لا 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 حق الوالد هذا ساحه رجاليه ولا غلطه. عليك بالعافيه ولا غلطه. تبارك الله. عجيبه 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 عليك مع الخام يعني الساعة حق الوالد الله يحفظه ويعطيك كشخة العيد ويخلي لكم ان شاء الله. والله ما تزين على يد ابوك الله يحفظه ان شاء الله. يلا هذه طبعا عندك والحين تعالي. عليك بالعافية. الحين تعالي طبعا هذه يلا ان شاء الله بعد تفوزين باللينك يا روان من فيصل الفارس. يلا نلعب على اللينك. تبين ذهبي ولا الفضي؟ الفضي. الفضي يلا قولي بسم الله. اعتقد الشباب 700 دولار بخلينها اعتقد. 700 دولار يلا. 7 فاضي فاضي عبي لنا بسرعه. 7 فاضي فاضي عبي الفاضي فاضي. 770 770 امضي خسران ولا ولا. للاسف الرقم غلط. الرقم تقولين قاعد تشوفينه يعني احس احساس. ومعنا مريم. مريم شلونك يا مريم؟ يا هلا السلام عليكم. شلون صحتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. مسهرينك يا مريم ولا انت عاده تسهرين؟ لا عادي انا اسهر على برنامجكم بعد عمري والله السهرانه. فديتهم اللي قاعدين يتابعون. فايز 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 مبروك فايز فايز فايز. الله عليك يا مريم. يلا يا مريم مباركه. مريم حرفك حرف الميم اوكي؟ يلا يلا. شخصيه كرتونيه عالميه بحرف الميم. ميني ماوس. هذول الاصفر. ميني ماوس اوكي. ادوات بناء بحرف الميم. أدوات بناء بحرف الميم. أدوات يطق فيها المسمار. مطرقة. مطرقة أيوة. مرادف حرب. شيء مثل حرب شنو؟ مرادف حرب.
اي بحرف معركة. الميم معركة برافو عليك. وسيلة نقل بحرف الميم وسيلة نقل بحرف الميم ما شنو اي صح قلتيها مروحي مروحية على كفتر صح فايز مبروك فايز ألف مبروك يا مريم ألف مبروك يا مريم وإجاباتك موزونة لا أنت اليوم مريم صراحة مريم إيه دايسة بنزين أنتوا اليوم دايسين بنزين وفايزين على الشباب أنت أكيد شاربة اليوم من ألف بنزين اليوم إيه من ألف أنت متزود الوقود من ألف أبوك أخوي يلا خلينا نسمع أخوك شنو بيقول نبي شاليه زين عطنا اسم شاليه مالنا شنو شاليه يلا شنو اسم شاليهاتنا نوخذه هو بعد ان قلت الثانيه والله اعطيك اياها يلا فارس ها شنو فارس لا نوخذه صح في شاليه ثاني وفي شاليه ثاني لا تساعدين الحصه مثل منطقه بالمنطقه لا لا تساعدين موجوده لا تساعدي لا تساعدي عشان نحرج وياك لا قول الثاني والله اعطيك اياه اثنين ان شاء الله ما يقصر موج عندنا موج عندنا موج صح شباب عندنا موج مبروك فايز مبروك فايز فايز مبروك 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 عندنا موج وناخذه وعندنا الشامية احنا الشامية حافظين اكثر شيء لان احنا لا نعطي حصة والشامية مقدمين وايد انزين هذا غير جائزة الشالية طبعا بنعطيك كوبونات اللي فزتي فيهم فزتي ان شاء الله يعطيكم العافية تامري. الله يعافيك يا مريم ركزي معي مريم طبعا حق الحلو هذا اللي قال موج انا اعطيك كوبون مقدم من مركز اي جوي هذا مركز متخصص لترفيه الاطفال ابي يلعب يدوس بنزين لين يستانس خليه يستانس وعندك كوبون مقدم من مستر بن هذه صمونه اذا تذكري قبل كم يوم البريوشه طولها اللي طول حصه طلعت على الهواء هني هذا عنده بريوشه قصدك يعني اسبوع والله كان سكس باك معضله زين هذه يبي لها تجيب جلاس شاي يمعتكم انتم زين بريوشه مقدم من مستر بن وعندك كوبون مقدم مطعم فهيتا تايم وعندك كابون مقدم من اطياب المرشود وعندك كابون مقدم من هربل سبا وعندك كابون مقدم من عياده الميدان تبيض اسنان عليك بالف عافيه وخلينا نلعب على اللينك الله يعافيكم يلا ان شاء الله الله يعافيك تعالي شاركي باللينك تعالي يلا تبين لك كبير ولا صغير 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 يلا 700 760 والله معقول الارقام هذه ها أمضي خسران ما أدري إيش هاي عبالي طلع صح لا خسر شكرا لك مريم شكرا على اتصال يلا عطونا خلنا نشارك البرنامج اليوم والرقم الصغير 700 خلنا نشارك على الصغير والرقم الكبير راح نلعب على الكبير كم هذا أوه محمد والله قوي هذا يخوف محمد والله يخوف 9 8 7 5 أمضي خسران ولي ولي 9115 خسر 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 إنزين خلنا نلعب على الصغير إيه هذا الصغير صغير يقول كم نقول 700 أنا أقول 700 بس أنا قلت 700 أنت قلت 700 عادي تبين نقول 700 و أنا غير تبي 700 أنا 705 720 أنا انت كم 720 720 705 705 720 ولا 700 أمضي خسران ولي ولي خسر 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 يلا يلا هذا الذهبي ونقول بسم الله يا الذهبي والله شكله 600 9000 صعب 9270 والله صعب ترى صعب انا كم قلت مساء بعدين يعني ارقام وايد شلون الواحد يصيدها حرام ساعدوا المتابعين يعني ساعدونا بعد يبينا تعويذه يبينا باللوره يبينا ام علي ام علي علي بعد اللوره مالتها يا سلام يلا زين الرقم الثاني وينه الرقم الثاني صدقيني هاته كم هذا هذا 50 35 لا ما حد قال 35 انت قلت 27 سبعيد حمود انا مو 30 35 بعد يلا يلا زين حقيقي اليوم اللي حنكون يا رب ان شاء الله حقيقي فما الله اشوفكم غدا باذن الله تعالى نلقاكم ان شاء الله غدا في عطني اللينك مع السلامه وتصبحون على خير عطني اللينك جونا حلو جونا عالي خليك معنا
عطنا اللينك عطني عطني اللينك بلعب لعبي الغالي بلش بلش العد جوال هدايا كاش ماني ستوب نسمع مرة ثانية عطني اللينك